نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية يشارك غدا في أعمال قمة حركة عدم للانحياز. وزير الدفاع ونظيرها البريطاني يبحث عن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. واشنطن تؤكد مواصلة العمل نحو تحقيق حل دولتين، ونتنياهو يرد مخالفا حليفه الأقرب باستحالة إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في أعمال القمة 19 لحركة عدم الانحياز، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا. وأوضحت وزارة الخارجية أن القمة ستعقد غدا وعلى مدار يومين في العاصمة على ضوء رئاسة أوغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027. لافتة إلى أنه من المقرر أن تشهد قمة مشاركة أكثر من 120 دولة في فعاليتها. أضافت الخارجية أن جدول أعمال الوزير شكري سيتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي، بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. لعبت مصر دورا محوريا في تأسيس حركة حيادية عرفت فيما بعد بحركة عدم الانحياز، لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب. وأثبتت مشاركة مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها، أثبتت تفاعلها المستمر ودورها الريادي. من الفكرة إلى التأسيس، لعبت مصر دورا محوريا في تأسيس حركة حيادية عرفت فيما بعد بحركة عدم الانحياز، لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب والتصعيد ما بين المعسكرين الغربي والشرقي. وخلال قمتها الأولى في العاصمة اليوغوسلافية بلغراد في العام 1961، بذلت الدبلوماسية المصرية جهودا كبيرة بالاشتراك مع الدول المؤسسة للحركة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهداف الحركة. ومنذ هذا التاريخ وتبدي مصر اهتماما كبيرا للحركة ولضرورة الحفاظ عليها لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي. مشاركة مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها أثبت تفاعلها المستمر ودورها الريادي، ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما أيضا للعمل على المستوى العالمي للدفع بقضايا الدول النامية. وبحسب الرؤية المصرية للحركة، فترى القاهرة أنها تمثل الإطار الأهم والأوسع نطاقا لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، ودعم سبل العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة السياسات الانفرادية أحادية الجانب، التي تعد إحدى التحديات الكبرى التي تواجه دول العالم الثالث غالبيتها أعضاء في الحركة. فالموقف المصري إزاء العديد من الصراعات التي تشهدها الساحة الدولية حاليا عكس تمسك مصر بالمبادئ الأساسية للحركة، وهو ما ظهر في تناول لقضايا الدول النامية خاصة في إفريقيا، مرورا بحل النزاعات في مناطق الصراع المختلفة، وصولا إلى التعاون في إنشاء المشروعات التنموية في مجالات متعددة. على هامش قمة دول عدم الانحياز، التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزير خارجية أوغندا جيجي أودونغو. وخلال اللقاء أكد شكري دعم مصر لرئاسة أوغندا لقمة دول عدم الانحياز، معربا عن ثقته في حكمة وقدرة الجانب الأوغندي على الاطلاع بتلك المسؤولية. من جانبه أكد وزير خارجية أوغندا تطلعه لدعم مصر لمساعي أوغندا لتفعيل هذا المحفل الهام في هذا التوقيت، والذي يشهد تحديات إقليمية ودولية متزايدة وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة.
كما أعرب وزير خارجية أوغندا عن شكره للجهود المصرية ذات الصلة بالتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة وبناء الكوادر الأوغندية. هذا وتطرق اللقاء بين الجانبين لأبرز القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في السودان، حيث تبادل الجانبان الرؤى حيال سبل حل الأزمة وجهودهما في هذا الصدد. كما تناول اللقاء أيضا التطورات الأخيرة ذات الصلة بالوضع في الصومال والتي شهدت توافقا بين الجانبين في الرؤى حيالها. أكد وزير الخارجية سامح شكري على الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع الصومال، مشددا على تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه. خلال لقائه القائم بأعمال وزير خارجية الصومال علي محمد عمر في العاصمة الأوغندية كمبالا، شدد شكري على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره. من جانبه رحب المسؤول الصومالي بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب والذي أعرب عن تضامن الدول العربية الشقيقة مع الصومال، كما أشاد بمواقف العديد من الدول الإفريقية الداعمة لسيادة الصومال ووحدة أراضيه. واتفق المسؤولان على مواصلة التشاور وتنسيق الوثيق خلال المرحلة القادمة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا. اللقاء تناول تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، فيما أشاد وزير الدفاع البريطاني بالدور المصري الفاعل في محيطها الإقليمي، خاصة مع استمرار الأزمة الراهنة في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني بالقاهرة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها لتكون في أعلى درجات الاستعداد القتالي. عقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفى للاطمئنان على جاهزيتها. هذا وقد ناقش الفريق أسامة عسكر عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، مشيدا بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التي ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة. استكمالا لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالي 300 كيلو جرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ما أسفر عن مقتل 3 مهربين. وفي هذا الإطار تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها بكل يقظة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية شن الغارات والقصف المدفعي على أنحاء غزة لليوم الرابع بعد المئة من العدوان غير المسبوق على القطاع، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. وشنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منازل فلسطينيين في مدينة رفح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة ومنطقة بني سهيل شرقي خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط مستشفى ناصر الطبي. هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية في غزة أن نحو 172 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 326 آخرون خلال 24 ساعة الماضية. كما أعلنت في حصيلة غير نهائية ارتفاع عدد ضحايا العدوان في القطاع إلى 24,620 شهيد، بالإضافة إلى 61,830 مصابا، فضلا عن آلاف المفقودين تحت أنقاض المنازل المهدمة. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته عددا من المناطق بمختلف أنحاء القطاع. في وسط قطاع غزة شن طيران الاحتلال غارات متفرقة على دير البلح ومخيمي المغازي والبريج، مخلفا دمارا كبيرا في المنطقة عقب انسحابه الجزئي من المخيم. كما شهدت مناطق في خان يونس جنوبي القطاع قصفا عنيفا للاحتلال على عدد من المربعات السكنية، فضلا عن استهداف المواطنين المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم. ومع اعترافه بسقوط العشرات من العسكريين في معارك غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية إنزال جوي للفرقة 98 في خان يونس بالتزامن مع عمليات نقل الجرحى من مناطق المعارك في قطاع غزة. في هذه الأثناء ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة، وأضافت الإذاعة أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب. في المقابل أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا وناقلات جند وقنص جنود إسرائيليين وقتل عدد آخر في اشتباكات مباشرة. على الصعيد الإنساني أكدت منظمة الصحة العالمية تدهور الأوضاع الصحية في مستشفيات غزة وخاصة في الشمال في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وانخفاض مستوى وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال بسبب القيود المفروضة من الاحتلال على الوصول الإنساني وتحركات عمال الإغاثة والعراقيل الأمنية. يأتي ذلك فيما يفاقم انقطاع الاتصالات في مختلف أنحاء القطاع الأوضاع المأساوية للفلسطينيين، ويعرقل تنسيق عمليات الإغاثة ووصول طواقم الإسعاف إلى المصابين والعالقين تحت الأنقاض. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور قطاع غزة. وأكدت حركة حماس أنها تخوض اشتباكات في عدد من المحاور، أبرزها منطقة خان يونس بالجنوب وشرق جباليا بشمال القطاع، مشيرة إلى أنها تمكنت من استهداف دبابتين وجرافة بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف قوات راجلة وقوة متحصنة في أحد المنازل شرق مدينة خان يونس بقذيفة مضادة للتحصينات، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في القوة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 28 في المعارك الدائرة في غزة خلال الساعات 24 الماضية. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مخيم نور شمس بيت الكرم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم لليوم الثاني على التوالي. كانت قوات الاحتلال قد واصلت اقتحامها لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. أوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محوريها الشرقي والغربي واعتقلت العديد من الفلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة بعدد من الآليات. إلى هذا دعا مكتب الأمين العام لحقوق الإنسان إلى وقف القتل غير المشروع للفلسطينيين، وأكد على أن السلطات الإسرائيلية تواصل تصعيد العمليات
في الضفة الغربية. شدد مكتب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن تضمن إسرائيل إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال بشأن اقتحام مخيم تل كرم للاجئين ومخيم بلاطة للاجئين في نابلس بالضفة الغربية، لافتا إلى أن الحادثين يثيران القلق بشأن وقوع أعمال قتل غير مشروع. أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة معارضته لإقامة دولة فلسطينية في إطار أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب. كما أكد نتنياهو أن بلاده مررت ميزانية ضخمة لتحقيق أهداف الحرب، وشدد على أن إسرائيل تحت قيادته لن تتنازل عن تحقيق نصر مؤزر على حماس. كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد أكد أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين. وأضاف كيربي أن بلاده تحرص على أن تكون هناك غزة ما بعد الحرب، وأن ولن يعاد الاحتلال الخاص بها مرة أخرى. And I won't get into their inventory lists, but there are some weapon systems for which they are in more need than others right now. دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية كضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم. أكدت الخارجية الفلسطينية أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يبدأ بشكل عملي بالاعتراف الأمريكي والدولي بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك دعم الجهود المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك هو المسار الصحيح والمدخل الوحيد لحماية حل الدولتين. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إنه سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم حول مقترحات بشأن جهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط. أضاف لافروف أن الحل يتعين أن يشمل محادثات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. كما طالب لافروف الولايات المتحدة بوقف ضربتها على الحوثيين في اليمن للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي يضع حدا للتوتر المرتبط بالهجمات على السفن التجارية. أحالت المكسيك وتشيلي الأوضاع في فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاصه. قالت الخارجية المكسيكية إن الإجراء الذي اتخذته وتشيلي يشير إلى القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف لا سيما ضد الأهداف المدنية واستمرار ارتكاب الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة وتحديدا منذ 7 أكتوبر. أكدت المكسيك على أن المحكمة الجنائية الدولية تعد المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، ودولة فلسطين تعتبر طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية. أدانت أيرلندا وبشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن امتداد الحرب في غزة حتى عام 2025. وأكد وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أن هناك الكثير من الأرواح البريئة يتم فقدها في غزة.
من وجهة نظري من غير المقبول على الإطلاق أن يقول رئيس وزراء إسرائيل إن هذه الحرب ستستمر حتى عام 2025. هناك الكثير من الأرواح البريئة يتم فقدها، وكثير من الأطفال يخسرون حياتهم، ولا يمكن حل وضع مثل هذا بالوسائل العسكرية وحدها. الحل العسكري وحده لن ينجح. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه استملت 5939 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح البري منذ 21 من أكتوبر الماضي وحتى اليوم. أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الشاحنات احتوت على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، مشيرا إلى أن إجمالي حصته من الشاحنات بلغ 4001 شاحنة، فيما تم تسليم 1938 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى. يواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. هذا وقد استقبل المطار اليوم 5 طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لصالح أهالي قطاع غزة. أوضح مصدر بالمطار استقبال طائرات من الأردن وقطر وروسيا والإمارات والكويت، وقد بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي وحتى الآن 498 طائرة، من بينها 406 طائرات حملت أكثر من 13.3 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 92 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية. هذا ويتواصل فتح معبر رفح البري أمام دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعايا الدول. شهد المعبر اليوم دخول أكثر من 200 شاحنة متجهة لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. وأوضح مصدر أن من الشاحنات أو من بينها 25 شاحنة مقدمة من الهلال الأحمر المصري و15 شاحنة تركية من الهلال الأحمر التركي و8 شاحنات سعودية وشاحنة كويتية وأخرى بلجيكية. كما استقبل المعبر 21 مصابا فلسطينيا و207 من حملة الجوازات الأجنبية والمصرية. أخبار التاسعة ما زالت تتواصل مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مقديشو ترفض الوساطة بشأن اتفاق الميناء بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالية. شارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي نيابة عن الأمين العام في أعمال القمة الاستثنائية 42 للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد في عنتيبي بأوغندا. وأكد السفير حسام زكي خلال كلمته الموقف العربي من مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون والموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بموجب قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي أعلن التضامن الكامل مع الصومال وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أي آثار مترتبة عليها سواء كانت قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية. رفض الصومال إجراء مناقشات مع إثيوبيا بشأن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي والذي يسمح لأديس أبابا باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر. أكدت وزارة الخارجية الصومالية أنه لا مجال للوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية، وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
يأتي موقف الصومال بالتزامن مع اجتماع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد في شرق إفريقيا في مدينة عنتيب الأوغندية في محاولة للخروج بحل سلمي. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات الأمريكية البريطانية التي تستهدف قوات الحوثي في اليمن ستستمر إذا استمرت هجماتها على السفن في البحر الأحمر. من جانبه أكد البيت الأبيض أن واشنطن شنت ضربات إضافية على صاروخين مضادين للسفن لدى قوات الحوثي أثناء إعدادهما للإطلاق على البحر الأحمر على حد قوله. ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية أن سفينة تابعة للبحرية الهندية استجابت لنداء استغاثة من التعرض لهجوم بطائرة مسيرة صدر عن سفينة ترفع علم جزر مارشال. أضاف التقرير أن نداء الاستغاثة صدر من السفينة أم في فانكو بيكاردي في وقت متأخر من مساء الأربعاء. جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوته لرحيل قوات التحالف الدولي من بلاده معتبرا هذه الخطوة ضرورة لأمن واستقرار البلاد. وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي أكد السوداني أن انتهاء مهمة التحالف الدولي تعد ضرورة للحفاظ على العلاقات الثنائية البناءة مع العراق. اليوم كل دول المنطقة ترتبط بدول التحالف الدولي بعلاقات أمنية وجهود مشتركة وعمل وتعاون على صعيد مكافحة الإرهاب. فمن الطبيعي لدولة ذات سيادة مثل العراق أن ينتقل إلى هذه المرحلة. هذا الأمر يجب أن يفهمه الأصدقاء. هذا مطلب شعبي وطني رسمي واضح المعالم. انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة للأمن واستقرار العراق، وأيضا ضرورة للحفاظ على علاقات ثنائية بناءة بين العراق ودول التحالف الدولي. قال مصدر أمني باكستاني إن الجيش الباكستاني في حالة تأهب قصوى، مؤكدا أن أي مغامرة غير محسوبة من الجانب الإيراني سيتم التصدي لها وبقوة، وذلك وسط تصاعد التوترات بين الجارتين. جاء ذلك بعد أن نفذ الجيش الباكستاني ضربات في إيران ردا على الضربات التي شنتها طهران ضد مواقع في باكستان. قالت إسلام آباد إنها أسفرت عن مقتل طفلين. أوضح الجيش الباكستاني أنه نفذ ضربات محددة الهدف باستخدام طائرات مسيرة وبصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى ضربت أهدافا لمعسكرات في جيش تحرير بلوشتان داخل مقاطعة سيستان وبلوشتان الإيرانية والتي تصفهما بالإرهابيتين. في هذه الأثناء أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الهجمات الباكستانية أسفرت عن مقتل 9 أشخاص في محيط منطقة سروارون، وكانت إيران قد وجهت صواريخها تجاه 3 دول خلال 24 ساعة هي العراق وسوريا وباكستان، وقصفت أهدافا فيها. هذا وتعقد الحكومة الباكستانية غدا اجتماعا للجنة الأمن القومي لبحث التوتر الحدودي مع إيران. في هذه الأثناء أعلنت الحكومة الباكستانية أن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار ووزير الخارجية جليل عباس جيلاني قطعا زيارتيهما الخارجيتين إلى دافوس وأوغندا في ضوء التطورات مع إيران. وأكدت الحكومة الباكستانية أن الإجراء الذي اتخذته كان ضد من وصفتهم بالجماعات الإرهابية وليس ضد إيران، مؤكدة أنها ترغب في إقامة علاقات سلمية مع دول الجوار وتسعى إلى مواجهة التحديات من خلال الحوار. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن باكستان لم تكن هدفا للمسيرات أو الصواريخ الإيرانية. وفي كلمة له على هامش منتدى دافوس الاقتصادي أوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران تستهدف فقط مجموعة مسلحة تتواجد في مناطق في مقاطعة بلوشستان في باكستان نفذت عمليات داخل إيران ضد الشرطة خلال الأيام الماضية.
فيما يتعلق بباكستان، لم يكن أحد من أصدقائنا المواطنين الباكستانيين هدفاً للمسيرات أو الصواريخ الإيرانية. هناك مجموعة تسمى جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية اتخذت من مناطق في مقاطعة بلوشستان الباكستانية معاقل لها. تلك المجموعة نفذت عمليات داخل إيران خلال الأيام الماضية استهدفت خلالها الشرطة الإيرانية. لقد ناقشنا الأمر مع الجيش الباكستاني ومسؤولين أمنيين وسياسيين. ردنا كان ضد إرهابيين إيرانيين داخل الأراضي الباكستانية. أكدت الحكومة الصينية أن موقف الصين المتمثل في أنها لن تتخلى عن خيار استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها يستهدف التدخل الأجنبي وعددا صغيرا من الانفصاليين في الجزيرة. وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث الرسمي لمكتب شؤون تايوان في بكين إن نتيجة الانتخابات التي أجريت في تايوان لا تغير حقيقة أن الجزيرة تعد أرضا صينية وأنها ستصبح موحدة في نهاية المطاف. حدة التوترات تتصاعد بين الصين وتايوان مع تهديد بكين باللجوء إلى خيار استخدام القوة لإخضاع الجزيرة إلى سيطرتها ومحاولات تايبي إعلان الاستقلال عن الصين التي تعتبره جزءاً من انتهاك مبدأ الصين الواحدة. الصين التي تسعى إلى إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ترى أن الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لتايوان يهدد أمنها واستقرارها خاصة عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تايبي التي أسفرت عن فوز لاي تشانغ تي من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم والمؤيد لاستقلال تايوان والذي سيتولى منصبه رسميا في 20 مايو المقبل. وتتهم الصين سلطات تايوان بمحاولة طمس طابعها الصيني على نطاق واسع واتخاذ تدابير متعددة لتحقيق استقلال تدريجي وهو الأمر الذي يعززه انتخاب رئيس جديد يرفض سيادة الصين على الجزيرة ويرحب بالدعم الأمريكي لبلاده. التوجه الأمريكي باعتبار تايوان دولة ديمقراطية رائدة وقوة تكنولوجية تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهند والهادي يزيد من حدة الأزمة خاصة في ظل التنافس الشديد بين واشنطن وبكين وهو الأمر الذي يذهب بالأزمة بعيدا عن الحل السياسي وينذر بمزيد من التصعيد. التقى المبعوث النووي لكوريا الجنوبية كيم جان نظير الأمريكي جونغ باك في وزارة الخارجية في سول لبحث التوتر في شبه الجزيرة الكورية وسبل الرد على التهديدات النووية لكوريا الشمالية. هذا ومن المقرر أن يجتمع الاثنان مع المبعوث النووي الياباني هيرويوكي نامازو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كانت كوريا الشمالية قد أجرت سلسلة من تجارب الأسلحة رفعت التوترات الإقليمية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثانية ضمن أنشطة مبادرة إزرع وتنفذها في الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية بقرية الستاموني مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. عقد التحالف لقاء مع صغار المزارعين للتوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة والتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح وكيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح. كما تم الاستماع للمزارعين ومدى الاستفادة من خدمات المبادرة ومناقشة تساؤلاتهم ومشكلاتهم والاستفادة من المبادرة للدعم وحث المزارعين الذين يقومون بالزراعة المتأخرة. مبادرة إزرع أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عام 2022 وبتقوم بتنفيذها الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية في المرحلة الثانية اللي احنا فيها حاليا حسب توصيات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالوصول لمليون فدان. فتم من خلال المبادرة حاليا المرحلة الثانية بنشتغل على 1,000,000 فدان لعدد 500,000 مزارع لعدد 16 محافظة. بلقاس من أكبر مراكز المحافظة مساحة وبتزرع قمح في يعني زرع السنة دي في الائتمان بس 28,450,000 فدان خلاف بقى الحفي المراقبة العامة خلاف الإصلاح يعني بلقاس تعمل لها لا يقل عن 40,000 فدان إجمالي الحياز. التحالف الوطني دعم المزارع صغار المزارعين اللي بنص تمن تقاول قمح. بنشكر الوزارة ونشكر الجهود الخاصة لهم على أساس أن هم دعمونا السنة دي بكميات كبيرة من القمح،
وزعنا جزء منه ب 275 جنيه، الشكارة اللي هي كانت مرتفعة ب 550 و530. بالنسبة للقمح متوفر عندنا في الجمعيات، بنزلنا الدعم دوت توفير عن بره. زرعنا الحمد لله كمية القمح يعني السنة اللي عندنا رهيبة بسم الله ما شاء الله، ما فيش ربنا يحسن ختامها. والابحاث دكاتره الابحاث الزراعيه بيشرفوا علينا وحط كذا واعمل كذا، واللي بيبصوا على الارض يعني وبيلفوا، واحنا الحمد لله عندنا بسم الله ما شاء الله قمح السنه دي يمكن يقضي الفجوه كلها بامر الله. استفدنا بتقاوي القمح اللي جايه مدعمه، طبعا كانت التقاوي غاليه وسياده الرئيس جاب لنا تقاوي مدعمه، وطبعا كلنا زرعنا الحمد لله. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية متنقلة تحت إشراف مؤسسة راعي مصر في منطقة السماكين بمحافظة الإسماعيلية، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وضمت القافلة الطبية عددا من الأجهزة الطبية الحديثة وطاقما طبيا متميزا لتخصصات متعددة. تم صرف الأدوية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا، وتم توقيع الكشف الطبي على 150 مستفيد من أهالي القرية. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات المجتمع المدني بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية لتلك الفئات. احنا النهاردة بننفذ قافلة طبية متنقلة لأهالينا في قرية المنايف في دار ضيافة السماكين، بنكشف على المستفيدين من خلال مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل التنموي. في كشف رمض موجود معانا، في كشف عظام، في كشف أطفال، في كشف بطنة، في كشف أنف وأذن، في كشف جلدية. بنحاول نوصل الخدمة للمستفيدين لأهالينا في جميع مناطق إسماعيلية وخارج إسماعيلية. أحب أشكر مؤسسة راعي مصر على الخدمة اللي قدمتها النهاردة في السماكين الجديدة تبع مركز أبو سوير، على الرعاية الطبية اللي قدمتها في السماكين النهاردة. وأنا شايف والله إن دي حاجة حلوة بالنسبة للمواطنين يعني. اختتمت القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة في أعمالها في اليوم الثاني بقرية الصدقية التابعة لمركز كومومو ضمن مبادرة حياة كريمة. تضم القافلة 8 تخصصات طبية ومعملي دم وطفيليات وأشعة، كما تضم صيدلية يتوفر بها أكثر من 130 صنفا من العلاج، والتي تم صرفه مجانا لنحو 1438 شخصا، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة. شهدت محافظة الدقهلية طفرة كبيرة من التطورات وإقامة العديد من المشروعات القومية والخدمية، يعد آخرها الممشى السياحي الذي أقيم في مدينة المنصورة بطول 1250 متر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للدولة وبالتنسيق مع وزارتي النقل والري. في ظل الجهود المستمرة للدولة في تطوير المحافظات وتجميلها، وفي مشهد جمالي بالغ الروعة، شهدت محافظة الدقهلية طفرة كبيرة بإنشاء الممشى السياحي أو ما يسمى بكورنيش الدقهلية الجديد الذي أقامته الدولة ببراعة وفن في مملكة الدلتا محافظة المنصورة بطول 1250 مترا. الممشى السياحي يمتد من منطقة قولونجيل حتى ديوان مبنى محافظة الدقهلية، ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتقديم مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين بلغت تكلفتها 50 مليون جنيه. في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية لتحسين الصورة البصرية للمواطن المصري، ومن خلال خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتزامن مع التطور الحادث في الشوارع الرئيسية لمدينة المنصورة بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الزيادة السكانية وعدد السيارات، كان التوجه لخلق متنفس بديل عن بعض الجزر الوسطى اللي كان بيتخذها المواطنين كمتنفس ليهم أثناء فترات الليل وفي الصيف. يضم الممشى مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاعا بطول 550 مترا، والمرحلة الثانية تضم قطاعا بطول 700 متر، كما يضم طريقا آخر بعرض 6 أمتار ليكون ممشى للدراجات وألعاب الأطفال والترفيه، منفذ جديد للتنزه ومتنفس ترفيهي للمواطنين بالمجان
ليسعد أهالي المنصورة بذلك الكورنيش الجديد الذي كان الهدف من إنشائه توفير كافة سبل الراحة والرفاهية للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة من خلال إنشاء محل على أعلى مستوى بشكل جمالي وحضاري لخدمة أهالي محافظة الدقهلية. ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة تستعرض لنا سارة نجيب إلى التاسعة. شكرا مصطفى، شكرا هبة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. أكدت الحكومة أن الموازنة العامة للدولة حققت أداء متوازنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023-2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولي كبير يقدر ب 150 مليار جنيه مقارنة ب 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي. كما أكدت الحكومة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق العام بالجهات والهيئات العامة الاقتصادية ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع صيني لتصنيع الأجهزة المنزلية والمبدلات الحرارية المتنوعة داخل نطاق المطور الصناعي بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات تقدر ب 12 مليون دولار. وأكدت المنطقة الاقتصادية أن المصنع يقام على مساحة 26 ألف متر مربع ويوفر نحو 300 فرصة عمل، 90% منها للعمالة المصرية. ومن المقرر أن تنتهي أعمال الإنشاء للمشروع خلال 9 أشهر. وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن تدشين المشروع هو دليل على تكامل الرؤى بين مصر والصين في مجالات التنمية الاقتصادية، بما يحقق الإفادة لشعب البلدين. أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4 مليارات و400 مليون جنيه. وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.886 تريليون جنيه. وارتفع معشر EGX 30 بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 26842 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 6334 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 9000 نقطة. أما عن أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط مع توقعات أوبك بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.03% لتصل إلى 78 دولارا و16 سنتا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.02% لتصل إلى 72 دولارا و9 سنتات.
وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى $2.63 للتر، فيما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.5% لتسجل $2.83 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت وكالة الطاقة الدولية مجددا توقعاتها للنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 استنادا إلى تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع. وتوقعت الوكالة أن يصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى 1,240,000 برميل يوميا في عام 2024، بما يشكل ارتفاعا قدره 180,000 برميل عن توقعها السابق. وعزت الوكالة الزيادة إلى حد كبير إلى توسع الصين في قطاع البتروكيماويات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بناء على نتائج العام السابق قد يتجاوز 3.5%. وأوضح بوتين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون مدفوعا بالطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري، بالإضافة إلى الأداء الجيد للإنتاج الصناعي والبناء والزراعة والسياحة، لافتا في الوقت نفسه إلى خطر التضخم، ومشيرا إلى أن النمو التضخم السنوي بنسبة 7.4% يعد تحديا للاقتصاد المحلي. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع مجموعة دول التجمع الاقتصادي بريكس، مؤكدا أن المجموعة ينتظرها مستقبل واعد. وحول نتائج السياسة الخارجية الروسية لعام 2023 أضاف لافروف أن موسكو ترأست مجموعة بريكس منذ الأول من يناير الجاري، وستولي بالطبع اهتماما خاصا لضمان انسجام الأعضاء الجدد مع عمل المجموعة. يذكر أن حتى نهاية العام الماضي ضمت مجموعة بريكس روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تلتحق بها مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا اعتبارا من العام الجاري، حيث تعمل المجموعة على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى هبة ومصطفى، إليكم. أشكرك سارة. تتواصل أعمال الاجتماع 11 للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية بعنوان تمكين المرأة واجب وطني. ناقش الاجتماع مستجدات وضع المرأة في الدول العربية بشكل عام، واختص بالمرأة الفلسطينية بالصدارة بشكل خاص في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. برئاسة مصرية انطلقت أعمال الاجتماع 11 للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية بعنوان تمكين المرأة واجب وطني، بمشاركة عدد من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وسفراء ووفود رسمية من 13 دولة عربية أعضاء بالمنظمة. الظرف ظرف صعب جدا، وأعتقد النهاردة تجمعنا كنساء وقيادات نسائية في العالم في المنطقة العربية، وسعداء بدخول عودة سوريا الشقيقة أيضا للمنظمة ولجامعة الدول العربية، بنقول إحنا قوة مع بعض، هنشتغل مع بعض، هنقدم الدعم الفني والدعم التقني لدولنا مع بعض، ولكن على رأس هذا الدعم بإذن الله هي القضية الفلسطينية. الاجتماع ناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية بشكل عام، لكنه اختص المرأة الفلسطينية بالصدارة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تمارسه قوات الاحتلال من انتهاكات بحق النساء والأطفال. ما يجري على فلسطين هو يعني جرح نازف في كافة يعني ويطال جميع الدول العربية إذا لم نستطع إيقاف هذا العدوان الهمجي الذي لم يسبق له في التاريخ. الجميع بالطبع يعبر عن الحزن الشديد الذي ينتابه وعن القلق الشديد أيضا مما لا يجري من هالعجز الذي بان على المستوى الدولي
أمام ما يجري في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، بل الحرب على قطاع غزة والتي بدت وكأنها محاولة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع مع تطلع مصر للتعاون الوثيق مع المنظمة خلال فترة رئاستها تحقيقا لأهداف المنظمة السامية، وتعاون عنوانه تمكين المرأة العربية كركيزة أساسية لتقدم مجتمعاتنا وكشريك رئيسي في عملية تنمية الدول العربية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى عالم الساحرة المستديرة وكرة القدم. أخبار المنافسة الرياضية مع سارة نجيب، إليك سارة. شكرا هبة ومصطفى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة. يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا مواجهة حاسمة أمام المنتخب الغاني في الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم إفريقيا 2023، وهي المباراة التي يحتاج فيها الفراعنة للفوز لتعديل المسار بعد التعادل المفاجئ أمام موزمبيق في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق. واستقر الجهاز الفني للمنتخب على إجراء بعض التغييرات في التشكيل أمام غانا من أجل تحقيق الفوز الليلة، لا سيما وأن المنتخب الغني يمتلك العديد من الأسلحة القوية واللاعبين المحترفين في أوروبا، فضلا عن الخسارة المفاجئة لهم أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، مع ما يجعلهم مطالبين بالفوز الليلة. وفي إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للكان، حقق منتخب غينيا الاستوائية أكبر انتصارات البطولة حتى الآن بالفوز على منتخب غينيا بيساو بنتيجة 4-2. وفاز اللاعب إيميليو أنسوي مهاجم منتخب غينيا الاستوائية بجائزة أفضل لاعب في المباراة المقامة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار. وبعد تسجيله 3 أهداف اعتلى إنسوي صدارة ترتيب هدافي البطولة الإفريقية متفوقا على السنغالي لامين كامارا الذي أحرز 2. حقق المنتخب النيجيري فوزا هاما وثمينا على نظيره الإيفواري مستضيفا النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بهدف دون رد. وجاء انتصار النسور النيجيرية على الأفيال الإيفوارية خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب الحسن واتارا لحساب مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لأمم إفريقيا. سجل ويليام تراست إيكونغ هدف المنتخب النيجيري الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر تلك المواجهة. أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد للنادي وتحويل المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف التي دخلت في نزاعات مادية مع الزمالك خلال الفترة الماضية. وأوضح مجلس الزمالك أن النادي ينتظر وصول خطاب رفع إيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة القادمة. نهاية جولتنا الرياضية، والآن عودة من جديد إلى مصطفى وهبة، إليكم. شكرا لك سارة. وجهت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بضرورة تسريع وتيرة العمل داخل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات للانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة وإتاحتها للناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل افتتاحه بوقت كاف، مع مراعاة أن تحمل اللمسات النهائية ملامح الهوية المصرية. جاء ذلك خلال تفقدها لتجهيزات مركز مصر للمعارض والمؤتمرات استعدادا لافتتاح الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يفتتحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في 24 يناير الجاري. وخلال الجولة وجهت وزيرة الثقافة بتسهيل المسارات الخاصة بكبار السن وذوي القدرات الخاصة بكافة القاعات. We'll be right back.
أخبار الطقس. أخبار الطقس ودرجات الحرارة من جديد مع سارة. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوكه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المحافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة العظمى 23 والصغرى 14، الإسكندرية 23-12، مطروح 21-11، بورسعيد 22-12، والإسماعيلية 23-10. ونذهب إلى سويس، والسويس العظمى 23-10، العريش 23-9، طابة 20-11، شرم الشيخ 26-16، والغردقة 26-15. ونذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 25، الصغرى 9، أسوان 26-10، الوازي الجديد 22-5، شلاتين 27-16، وأخيرا حلايب 23-18. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا نستعرض معكم أبرز لقطة لهذا اليوم.
بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية أخبار التاسعة، ولم يتبقى منا سوى التذكير بأهم وأبرز العناوين. نيابة عن الرئيس السيسي، وزير الخارجية يشارك غدا في أعمال قمة حركة عدم الانحياز. وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. واشنطن تؤكد مواصلة العمل نحو تحقيق حل الدولتين، ونتنياهو يرد مخالفا حليفه الأقرب باستحالة إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم الإعلامية شفقي المنيري. مساء الخير يا شفقي. مساء الخير يا هبة. مساء الخير يا مصطفى. مساء الخير يا شفقي.